في الستينات قرر عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني وأخوه الكاتب محمود السعدني إنهم يدخلوا اختبارات معهد التمثيل. محمود السعدني ما كانش بيمثل من أساسه، لكنه لما راح كان سامع إن اللي هينجح في اختبارات المعهد هيصرفوا له 7 جنيه. الغريب بقى إن كل دول سقطوا في الاختبار مع إنهم كانوا مكسرين الدنيا على مسرح الجامعة، وما نجحش غير محمود السعدني اللي كان رايح يهزر عشان 7 جنيه. أهلا بيكم في مجلة الحياة. في بداية السبعينات اتعاقب كام فنان على كام كاتب بسبب توقيعهم على بيان بيرفضوا فيه حالة اللا سلم واللا حرب اللي كانت بتعيشها مصر وقتها. ومن الفنانين اللي اتعاقبوا كان الفنان صلاح السعدني، واللي كانت مصيبته مصيبتين لأنه وقع على البيان ولأن أخوه الكاتب محمود السعدني اللي كان مقضيها تريقة وسخرية على الوضع السياسي في مصر. وعقاب صلاح السعدني كان بوقفه عن التمثيل ومنعه من الظهور على الشاشة نهائياً، فاشتغل مدير لفرقة الفنانين المتحدين واللي كانت بتعرض مسرحية مدرسة المشاغبين، ومن خلال شغله قدر يحل مشكلات الفرقة، سواء بقى اللي كانت بتعملها سهير البابلي بسبب خروجها عن النص، أو المشاكل اللي بتحصل بين عادل إمام وسعيد صالح بسبب تعمد الاتنين إنهم يعلوا على بعض في إضحاك الجمهور، حاجة يعني كده زي السكر. ده غير إنه قدر يقنع أحمد زكي بالتمثيل في المسرحية. كل ده كان عادي، لكن اللي مش عادي إن صلاح السعدني يلعب دور بهجة الأباصيري اللي هو دور عادل إمام في المسرحية، وإيه لمدة 3 شهور بحالهم. أنتوا متخيلين صلاح السعدني مكان عادل إمام؟ يا ترى كان عامل إزاي؟ والسبب كان إن عادل إمام تعبان، عنده فيروس التهاب الكبد الوبائي وكان بيتعالج منه، واللي كان مرض خطير جدا وقتها، فكان لازم يلزم الفراش ويقوم بدوره صلاح السعدني. وقصة صلاح السعدني مع التمثيل بدأت لما دخل كلية الزراعة بعد نجاحه في الثانوية العامة. وقتها ما كانش مقرر إنه هيمثل خالص، أو حتى كان باين عليه إن عنده موهبة أو هواية وعايز يمثل، لكن كان معاه في الجامعة 2 من شباب الممثلين اللي مكسرين الدنيا في مسرح الجامعة، وهم عادل إمام وسعيد صالح. قدر عادل إمام إنه يقنع صلاح السعدني بدخول مجال التمثيل، واختاروا كمان معاه في مسرحية ثورة الموتى واللي كانت بتتقدم على مسرح الجامعة. وبعد الجامعة انضم عادل إمام وسعيد صالح لفرقة مسرح التلفزيون، وخدوا صاحبهم الثالث معاهم صلاح السعدني. ومن هنا ابتدى نجم صلاح السعدني يلمع في السبعينات، خصوصاً في الفترة اللي اتعملت فيها أفلام عن حرب أكتوبر زي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وزي أغنية على الممر. ومن أشهر أفلامه فيلم الأرض والمراكبي وخلف أسوار الجامعة وفوزية البرجوازية وكونشورتو درب سعادة وغيرهم. وإذا كان نجم صلاح السعدني لمع في السبعينات في السينما، فنجمه ابتدى يعلى في التلفزيون مع الثمانينات وتوهج في التسعينات، وفيها أخذ لقب عمدة الدراما المصرية بعد ما أبدع في دور العمدة في مسلسل ليالي الحلمية. أم إيه بقى من أهم مسلسلاته؟ أرابيسك وأبنائي الأعزاء شكراً والناس في كفر عسكر والرحايا وحلم الجنوب وغيرهم كتير. وغير السينما والتلفزيون اشتغل صلاح السعدني في المسرح، كان من أشهر مسرحياته بالو بالو يا أختي وزهرة الصبار والملك هو الملك. أما عن بطاقته الشخصية فتولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني في 23 أكتوبر سنة 43 في قرية اسمها كفر القرينين في محافظة المنوفية، واتنقل للقاهرة مع أسرته وعاش في حارة من حارات مصر القديمة، وهو الأخ الأصغر للكاتب الكبير محمود السعدني، والفرق بينهم 15 سنة بحالها. والسبب في الفرق ده كله إن 4 من إخواتهم اتوفوا صغيرين بسبب إن الأم اتجوزت وهي قاصر يدوب كان عمرها 12 سنة بس. وده يرجعنا لموافقة صلاح السعدني إنه يعمل مسلسل القاصرات، واللي كان بيعمل فيه دور راجل كبير بيتجوز كل فترة من بنت لسه قاصر. المسلسل ده اتقدم في 2013، ومن بعده اختفى الفنان الكبير صلاح السعدني وما ظهرش تاني على الشاشة. وبصراحة كان مسلسل مهم جدا، وأكيد كان بيعبر عن مأساة والدته. صلاح السعدني اتصدر ترندات جوجل مع بداية السنة دي 2023، والسبب كان هو انتشار أخبار عن معظم المواقع بتتكلم عن وفاته، لكن الأخبار طلعت مش حقيقية. ومع ذلك فضل اختفاء صلاح السعدني عامل لغز كبير مع الناس، مش فاهمة ليه الراجل كبر يا جماعة وخلاص قاعد في بيته. اللغز ده اتحل وانكشف إن الفنان صلاح السعدني مريض من فترة كبيرة،
وإنه اختار إنه ما يمثلش تاني، وإنه اكتفى بكل اللي قدمه على الشاشة. وإن جيتوا للحق، مش الحالة الصحية لوحدها هي السبب في غياب النجم صلاح السعدني عن الشاشة، لكن الموضوع كمان ليه علاقة بوفاة أكتر من صديق مقرب ليه في 2010، كان منهم أخوه الكبير محمود السعدني، واللي كان صلاح بيقول عليه إنه مش بس الأخ الأكبر ولا الأب، لكنه كان بالنسبة له مصر بأهلها وثقافتها وتاريخها وحاراتها كلها على بعضها بتتجمع في أخوه. وغير محمود السعدني، اتوفى في نفس السنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة والفنان عبد الله فرغلي، والاتنين كانوا من أعز أصدقائه. الغريب بقى إن الثلاث أشخاص دول ماتوا كلهم في شهر مايو، وده اللي عايشوا في اكتئاب وعزلة. والفنان صلاح السعدني متجوز من خارج الوسط الفني، وعنده بنت اسمها ميريت، ودي اشتغلت في الفن شوية وبعدها اتحجبت واعتزلت التمثيل، وبقت بتقدم برامج دينية على قناتها على يوتيوب. وابنه طبعا أحمد السعدني، وطبعا كلنا عارفينه انه اشتغل في التمثيل زي والده، والبنت والولد الاتنين اتجوزوا وخلفوا. والفنان صلاح السعدني، واللي اشتهر بالمثقف الكبير، اتكرم اكتر من مرة، منها تكريمه عن مجمل اعماله في مهرجان القاهرة للدراما سنة 22. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش تقولوا لنا ايه اكتر دور عجبكم للجميل القدير الفنان صلاح السعدني، واستنونا في فيديو جديد من مجلة الحياة. سلام عليكم.